بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب سنه ثانيه ابتدائي، معاكم مستر فوزي رشاد، وان شاء الله النهارده هناخد درس جديد من دروس الرياضيات، وبنتكلم فيه عن الدرسين 25 و26. بس الاول بس بفكرك ان انت عشان يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو زي الشاطر كده واعمل لنا علامه اللايك واعمل لنا الاشتراك عشان يوصلك الجديد وما يفوتكش حاجه، ولو في عندك سؤال من الدروس اللي قبل كده اكتبه لي. طب هنا الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ الاعداد من 11 ل 19، طبعا انت عارفهم من سنه اولى وعارفهم من الكيجي كمان، بس هراجع لهم بسرعه برضه ما يخسرش. طب هنا بيقول لي اقرا الاعداد، اول عدد ده كام؟ اقرا العدد ده، واحد احاد وواحد عشرات، 10 ومعاها واحد يبقوا كام؟ 11. طب 10 ومعاها 2 يبقى كام؟ 12. 10 واحده، واحد في العشرات ومعاها 3 يبقى كام؟ 13. 10 ومعاها 4 يبقى 14. 10 ومعاها 5 15، ها؟ 10 و6 16. طبعا انت عارف بقيه الايه؟ الاعداد. طب هنا النشاط ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي النشاط ده اقرا العدد ثم لون الاجابه الصحيحه. بقول لي العدد ده اقرا كده 14، فين ال 14؟ اهو، برافو. طب اللي بعدها 11، برافو. طب 15، 15، برافو. طب اللي بعد كده 19، برافو. 12، برافو. طب اللي بعد كده بقول لي حوط حسب العدد 17، 17، عد كده 17، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اللي فوق دول 10 من غير ما تعد، 11 12 13 14، يبقى انا خدت 10 واخد كام؟ 7، يبقى 17. طب اللي بعد كده 19، انا عارف ان اللي فوق دول كلهم 10، خلاص 11 12 13 واخد 9، يعني هتسيب واحده من ال 10 اللي تحت، فانت تقدر توصل ل 19 بسرعه. طب مثلا اثنا 10 بسرعه كده، مش هقعد اعد واحد، انا فاهم ان اثنا 10 ده 10 ومعاها 2، يبقى انا هاخد 10 فوق و2 من اللي تحت، برافو. طب اللي بعد كده 15 هتعمل ايه؟ بسرعه كده 15 يعني 10 واحده ومعاها 5، يبقى انا هاخد 10 و5 من اللي تحت. هسيب لك 11 تحلها بسرعه. طب اللي بعد كده بيقول لي اكمل بكتابه الصيغه الرمزيه، دول مفكوكين عايزنا نلزقهم. طب انا لو جيت الزق 2 زائد 40 زائد 100، اقراهم كده مع بعض، 100 واحده يبقى ده 100، 42. طب دول 300 يبقى 353، برافو. طب دول اقراهم مع بعض كده، اخطفهم مع بعض، يبقى 197، برافو. طب هسيب لك 4 زائد 70 زائد 400 دي انت تحلها. طب اللي بعد كده النشاط السلحفه دي، دول عايزين الزقهم كلهم مع بعض يبقوا كام؟ اقراهم كلهم مع بعض كده 759، برافو. طب هنا 123 عايز افكها، يبقى الثلاثه دي تتفك ثمنها كام؟ قيمتها 3. الاثنين دي لوحدها بكام؟ في بيت العشرات يعني 10 و10 يبقى 20. طب الواحد دي 100، برافو. طب دول الزقهم مع بعض يبقوا كام؟ ها؟ 900، ورا الاثنين دول مع بعض 51. طب هتلزق هتفك السته تتفك بسته، طب الثلاثه ثلاث عشرات يبقوا كام؟ ب 30، برافو. 400 يبقوا ب 400. بكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى. اكتب لي تحت في الكومنت المساله اللي انا سبتها لك، ولو انت عايز اوصلك الجديد وما يفوتكش حاجه اضغط انزل تحت زي الشاطر كده واعمل لنا علامه اللايك، واضغط على علامه الاشتراك، واضغط على الجرس، واختار كلمه الكل. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.